أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد، فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخلف للخلق بالإطلاق، وقائم غني ووحيد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم، له صفات سبعة تنتظمه.